الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. يا من عودت اللطف أعد عاداتك باللطف البهج، واغلب الضيق وشدته وافتح ما سد من الفرج. عجنا لجنابك نقصده والأنفس في أوج الوج. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما حيينا، وتقبل ذلك منا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، وأهل علينا هلال رمضان هلال خير وبركة علينا وعلى أمة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الأحياء منهم والميتين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدنا واهدهم سبل السلام، واكفنا واكفهم السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. نوينا صيام شهر رمضان في هذا العام لله رب العالمين، اللهم أعنا وتقبل ذلك منا. نوينا صيام غدا من شهر رمضان هذا العام، اللهم تقبل منا يا رب العالمين، وأعنا على ذلك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل شرح وكتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين آمين. وهذه السنة العاشرة مع هذا الكتاب، هذا الكتاب نقرأه في تراويح رمضان فقط، هذا عاشر رمضان، السنة العاشرة متتالية. والحديث اليوم الحديث الثالث والتسعين من الكتاب، الحديث الثالث والتسعين من الكتاب. يبدو ان الكتاب ده محتاج 20 سنة. ربنا ييسر. حديث الحث على العمل وفضل عمل اليد، باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للامام البخاري باسنادنا اليه في صحيحه عنه قال عن المقداد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، يعني يتكسب، يتكسب يعني يسعى للكسب بأي وسيلة من خلال صنعة أو زراعة أو تجارة أو مهنة يمتهنها، كل دي وسائل لعمل اليد. يعني ليس كل كسب الإنسان من عمل يده، أحيانا كسب الإنسان يأتي بهبة، بإميراث، بهدية، يعني في وسائل الكسب كثيرة غير عمل اليد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم هنا بأن من خير ما أكل ابن آدم إيه؟ ما اكتسبه من عمل يده. وضرب مثل بنبي الله داود. طب مش معنى نبي الله داود؟ ما في أنبياء كتير كانوا يأكلوا من عمل يديهم، لماذا خص داود؟ أكيد في حاجة، أكيد في حاجة، في سر. طب ما سيدنا زكريا كان نجارا مثلا، سيدنا إدريس كان خياطا وزارعا، وسيدنا رسول الله ما أكل من عمل يده صلى الله عليه وسلم تجارة ورعيا،
وغير ذلك، لماذا خص نبي ضيله؟ والأكيد في سر. فنبحث بقى في المسألة كده مع سيدنا أبي جمرة، نشوف أسرار كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح وهو سيدي أبي جمرة: ظاهره يدل على أن خير طعام يأكله المرء ما كان من كسب يده، ده من حيث الظاهر، ويدل بضمنه على التحضير على التكسب، وكأنه بيتضمن، كأنه بيقول لك إيه يعني كل من عمل يده، كأنه بيقول لك بالضبط إيه كل من عمل يده، يعني هو جاي صورة خبر ويراد منه الحض والأمر على إيه، على الأكل من كسب اليد، يدل الأمر من خلال تضمين، يعني تضمين يعني المعنى وليس صريح اللفظ، يعني اللفظ إخبار مش كده برضو، بيقول إيه ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، هذا خبر يراد منه الإنشاء، كأنه بيقول لك كل من عمل يدك، فهمت بقى إزاي؟ كأنه بالضبط بالتضمين. ويدل بضمنه على التحضيض على التكسب، وساعات التضمين يقولوا عليه المفهوم، لأن المفهوم هو إيه؟ هو دلالة اللفظ عند السكوت، والمنطوق دلالة اللفظ عند النطق، فهمت؟ فاللفظ له دلالة عند السكوت برضه، مش كل دلالات اللفظ عند النطق، ففي دلالة منطوق اللي هي على قدر النطق، زي ما اقول لك مثلا هذا الكتاب بعشرة جنيهات، يبقى المنطوق بيقول لك عشرة جنيهات، والمضمون او المفهوم انه ليس باقل من عشرة ولا بازيد من عشرة، فهمت ازاي؟ وليس هذا الكتاب جاءني هدية بل جاءني بالشراء، كل ده فهمناه ايه عند السكوت، لكن المنطوق قال لي 18 جنيه وخلاص، لكن انا فهمت على طول ان انا لم اكتسبه هدية ولم اكتسبه هبة ولم اكتسبه ارثا، بل اكتسبته شراء، وان اشتريته بعشرة لا بتسعة ولا بحداشر، وهذه العشرة جنيهات ليست مثلا دولارات ولا يورو ولا استرليني ولا حاجة، فكل ده فهمته منين؟ من المفهوم بقى، فهمت بقى زي بقى عندي حاجة اللفظ له دلالة بقدر نطقه ودلالة عند السكوت، علشان كده الكلام هنا في النبي كلام النبي من حيث المنطوق بيخبر ان افضل طعام اكله ابن ادم من كسب يده، دي دلالة المنطوق. طب والمفهوم؟ كأنه بيقول لك كل من كسب يدك، كأنه بيقول لك لو عندك مال ارثا وعندك مال هبة وعندك مال من كسب يدك كل من كسب يدك، وخلي الارث هات بكسوة، وهات المال التاني هات بي دار هات بي سيارة، خلي الاكل من كسب يدك، كان لان الانسان بيحتاج غير الاكل حاجات تانية، يحتاج مسكن ويحتاج كسوة مش كده برضو، يحتاج مصاريف اخرى، كأنه بيقول لك اذا اردت ان تأكل بقى من وسط الاموال اللي اكتسبتها من طرق مختلفة فاجعل طعامك من كسب يدك، والباقي بقى اللي اكتسبته من غير كسب اليد استعمله بقى في وسائل اخرى، اشتري بيه محمول موبايل، اشتري بيه مثلا لبس، هادي بيه اصدقائك، غير بيه مثلا اساس البيت، غير بيه السيارة، لكن خلي كسب يدك للاكل لان ده افضل طعام، فهمت بقى المسألة؟ كأن كل ده عرفناه من تضمين المعنى من مضمون المعنى، فعلشان كده بيقول لك ايه ويدل بضمنه على التحضيض، التحضيض يعني الحفل، على التحضيض على التكسب، وله شروط، يعني شروط الكسب بقى هيكلمك على شروط الكسب لما تيجي تكتسب، يعني ايه تمتهن مهنة او تسعى لكسب المال، ايه الشروط؟ لازم تكون وسائل صحيحة، وسائل مشروعة، وان يكون ايه الكسب حلال، لازم الاثنين يكون الكسب حلال ويكون الوسيله كمان حلال مشروع، في شروط كده على مقتضى العلم الشرعي، مش هروح اتاجر في المخدرات وفي الاخر ايه اكسب وبعدين اكل من كسب ايد، وقلنا انا بتعب برضه بشقى، فهمت ازاي؟ او واحد يسرق ويقول لك ما انا تعبت والله، ده الواحد طول النهار قاعد بيتنطط من الاتوبيس ده للاتوبيس ده وقاعد يسرق، ده برضه الواحد بيكسب بعرق جبين، وما ينفعش ده كسب حرام، يبقى لازم شروط الكسب ان يكون ايه من طريق مباح، واخد بالك ازاي، وان يكون حلال كمان،
فالحاجات عشان كده هيقول لك ايه، هيتكلم على شروط التكاسل والكلام عليه، يعني على هذا الحديث من وجوه، منها ما معنى هذه الخيرية، وهو قوله أحد. وهل قوله أحد عموم في كل بني آدم؟ ما أكل أحد طعام أحد، يعني كل بني آدم يدخل فيه، يعني كل الناس سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان كافرا أو مؤمنا، سواء كان ذكرا أو أنثى، فهمت إزاي؟ ولا أحد ده لفظ عام يراد به المخصوص، فهمت إزاي؟ عايز شوف طريقة تفكير الشيخ اللي إيه يفصص لك كلام النبي علشان تقدر تحاول تفهمه بعمق شوية. وهل قوله أحد عموما في كل بني آدم أو أن هذا في المؤمنين؟ ولما ضرب المثل بداود عليه السلام من بين الأنبياء عليهم السلام، وقد كان كثير من الأنبياء عليهم السلام يعملون بأيديهم، فاحتمل أن تكون الخيرية في التكسب من أجل الغنى عن الناس. احتمال هل خير الطعام من التكسب عشان بيغنيك عن سؤال الناس؟ تحتمل خيرية كده أن يغنيك عن سؤال الناس، تحتمل. والتعذر بالكسب على الغير لأنه من احتجت إليه، يعني إيه، حتى لا تعذر فتضطر أنك أنت تسأل الناس وتشحن، لأنه من احتجت إليه كان أميرك ومن استغنيت عنه كنت أميره. طول ما أنت مستغني عن الناس اسمك غني، طول ما أنت محتاج الناس اسمك فقير، فهمت إزاي؟ يبقى لا، حتى أنت لو اديت لواحد حاجة ومرضاش ياخدها تقول استغنى، مش كده برضو؟ تقول استغنى، لكن لو مد إيده وخدها يبقى فقير، فهمت بقى المسألة؟ عشان كده الإمام الشافعي كان يقول إيه، علمت أن القناعة رأس الغنى فصرت بأديالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. فهمت إزاي؟ طول ما أنت مستغني عن الخلق ملك، طول ما أنت مفتقر للناس تبقى عبد، فهمت بقى المسألة؟ عشان كده كان يقول إيه، لما حد يزعل منه أو يزعل، يعني يزعلوا مع بعض، الإمام الشافعي يقول كلانا غني عن أخيه حياته وإذا متنا كنا أشد تغني، فهمت إزاي؟ يعني خلاص الله الغني، فهمت؟ لا أنا رزقي متوقف عليك ولا أنت رزقك متوقف علي، ولا أنت عمرك متوقف على عمري ولا أنا عمري متوقف على عمرك، فأنت مستغني عني وأنا مستغني عنك، إحنا الاثنين فقراء إلى الله، فهمت إزاي؟ كلانا غني عن أخيه حياته وإذا متنا كنا أشد تغنين، فما تفتقرش لحد أبدا من الخلق، خلي فقرك لله، فهمت هذه المسألة؟ علشان كده بيقول لك إن التكسب بصناعة اليد يغنيك عن هذا، يخليك باستمرار عندك عزة، مش محتاج حد إلا ربنا بس، هذه المعنى. يبقى ده نوع من أسباب الخيرية. فإن كان المقصود بالخيرية هذا فيدخل فيه المؤمن والكافر. إذا كان المقصود بالخيرية هو الاستغناء عن الناس، فيبقى أي بني آدم بقى سواء مؤمن أو كافر طالما استغنى عن الناس يبقى خير، فيدخل فيه المؤمن والكافر. ويكون ما أشرنا إليه من أنه يقتضي الحظ على التكسب صحيحا، لكن بشروط، وهو أن يكون السبب مما أجازته الشريعة. يبقى لابد أن أنا أما أكسب حاجة أكسبها بطريقة يوجزها الشرع، فلا أسرق ولا أغتصب، فهمت ازاي؟ زي ما ادهم الشرعاوي كان بيسرق الاغنياء عشان يتسبق على الفقراء، فهمت ازاي؟ وعملوه بطل اسطوري كده، غلط، ما ينفعش، لان الله طيب لا يقبل الا طيب، الغايه لا تبرر الوسيله، لابد ان تكون الوسيله مباحه والغايه شريفه، فهمت بقى ازاي؟ على شكل بيقول لك ايه، وهو أن يكون السبب مما أجازته الشريعة، وأن يكون عمله فيه على الوجه المشروع كمان، يعني ما أجي أعمل بقى ما غشش في صنعتي كمان، لأن من غشنا ليس منا، أبقى فهلوي يعني بلغة المصريين، ولك إحنا فهلوية، الفهلوة دي نبطلها، هو دي اللي غرقت المصريين، اتقن صنعتك، فهمت إزاي؟ بطل بقى حكاية الفهلوة دي، يقولك إحنا اللي دعنا الهوى دوكو، مش كده برضو؟ نبطل، لا دهنوا الهوى ولا عندهم دوكو اصلا، كلها لماضه بس وطق حنك، فاهم؟ فعايزين نبطل الحكايه دي، ان الله يحب من العبد اذا عمل عملا ان ايه؟ ان يتقنه. يبقى لابد كمان انك تتقن عملك. يبقى يكون العمل شريف وان يكون متقنا. ربنا بيقول ليبلوكم ايكم ايه؟ ما قالكش اكثر عملا، قال لك احسن عملا.
فالعبرة ايه؟ مش الكثرة، العبرة الاتقان. عشان كده بيقول لك ايه؟ وهو ان يكون السبب مما اجازته الشريعة وان يكون عمله فيه على الوجه المشروع، لان من الاسباب ما يكون جائزا على لسان العلم في اصله وعند محاولته تخالف فيه المشروعية، فهذا ممنوع. يعني ممكن نقول لك مثلا ان ايه؟ ان الصنعة دي جائزة شرعا، ان انا اشتغل طبيب، اشتغل مهندس، اشتغل ميكانيكي، اشتغل، دي جائزة شرعا. لما اجي امارس بقى المهنة امارسها بطريقة غلط، يبقى وقعت بقى ايه؟ في الغلط. لازم تكون المهنة شريفة وطريقة ممارستي ليها كمان صحيحة. فهمت بقى ازاي؟ عشان المال اللي يجي لي منها بقى يبقى خير ما اكلته منه. خد بالك بقى، عشان في الاخر ده هينبني عليه انك انت اللي تكسبه، يبقى عين الحلال بقى. يبقى انت تحاول تخلي طعامك وشرابك من ايه؟ من المال اللي هو ايه؟ حلال 100% صرف. واحتمل ايضا ان تكون الخيرية فيه من اجل ما جاء في عمل السبب من الثواب. يبقى قال لك احتمال الخيرية ان خير ايه ما اكلت ما من عمل يدك، تحتمل الخيرية دي انها بتغنيك عن سؤال الناس، او تكون هذه الخيرية، وهنا في يستوي الايه؟ المؤمن والكافر، المؤمن والكافر فيها. وهتحتمل الخيرية ان تكون الوسيلة شريفة وطريقة ادائها ايضا صحيحة، فتبقى دي خير. وتحتمل احتمال اخر بعد كده ان تكون وسيلة الكسب تؤدي الى الثواب، لان ايه؟ من الذنوب ذنوب لا يكفرها الا السعي في طلب الرزق. فمكون الخيرية كمان ان سعيك فيه بينبني عليه ثواب اخروي. فهمت ازاي؟ بجانب المكسب الدنيوي ينبني عليه ثواب اخروي. وهنا هيبقى يخص المؤمن دون الكافر. لو قلنا الخيرية هنا من اجل الثواب الاخروي، يبقى يخص المؤمن دون الكافر. فهمت بقى؟ وقد واحتمل ان تكون الخيرية فيه من اجل ما جاء في عمل السبب من الثواب، لانه قد جاء من بات تعبانا من طلب الحلال بات مغفورا له، واصبح والله راض عنه، ولكونه فيه خير متعد، ولكون كمان ان ايه؟ ان التكسب ده والمهن دي خيرها متعدي، يعني يعود على غيرك بالخير. فهمت ازاي؟ انت بتكسب منه مال تطعم اولادك، والناس كمان كسبت صنعتك، ثمرت الصنعة بتاعتك، فالخيرها متعدي. فان كانت هذه الخيرية فيكون معنى قوله احد خاصا بالمؤمنين، طالما فيها ثواب اخروي يبقى هيبقى خاص بالمؤمنين، لان الكافر ما بيعملش للاخره. ويكون التخصيص بهذا المعنى على التصرف في المكاسب بلسان العلم، بلسان العلم يعني على مقتضى الشرع يعني. واحتمل ان تكون الخيرية هنا معنى لكونه من الكون بواسطة العمل باليد، ويكون هذا خاصا بالصنعة. قد تكون الخيرية خاصة بايه؟ بان ده ناتج عن عمل اليد نفسه، فيبقى خاص بالصنعة نفسها دون غيرها من التكسبات. يعني ممكن انا اكسب بايه؟ بعمل ذهني. فهمت ازاي؟ زي المحامي ممكن، وزي الطبيب الباطني، وممكن اكسب بايدي زي الجراح اشتغل بايده. الباطني بيشخص بمخه ويكتب الدواء وتنه ماشي، اشتغلش ايده كتير. الجراح يشتغل بايده كتير. فهمت ازاي؟ فهل بقى المقصود ان المقصود صنع اليد يعني الشغل بايده حتى يخرج الاعمال الذهنيه والاعمال العقليه والاعمال التانيه التنظيريه كالمحامي والقاضي وغيره وغيره، ولا يقصد كده وكده؟ كل ده محتمل، كل دي محتملات كثيره. فهمت ازاي؟ على شكله بيقول لك ايه؟ وقد يكون هذا خاصا بالصنعه التي تكون باليد دون غيرها من التكسبات. ولهذه الفائده مثل عليه السلام بداود عليه السلام دون ما عدا من الانبياء، لان داود كان بيتكسب بايه؟ بصنعه ايده. ألن له الحديث. فهمت؟ ولهذه الفائده مثل عليه السلام بداود عليه السلام دون ما عدا من الانبياء عليهم السلام، وقد جاء ان الصنعه كنز من كنوز الله عز وجل ينفق منه صاحبه. يعني اللي في ايده صنعه كانه عنده كنز، كل ما يحتاج مال ينزل يشتغل بصنعته يجيله فلوس، كانه عنده كنز بيفتحه. كل ما يحتاج يشتغل بصنعته كان عنده كنز من كنوز الله. فهمت ازاي؟ وعلشان كده احنا قلنا برضو ايه؟ ان الصدقه لا تجوز للي في ايده صنعه،
لا تجوز الصدقة لذي مرة قوي، يعني قوي على التكسب، واخد بالك ازاي، وايه وعنده صنعة، يبقى ما تديلوش صدقة. ليه؟ لانه عنده كنز ينزل يشتغل بايده هيجيب له فلوس. فهمت ازاي؟ فيكون معنى الحديث على هذا التحضير على تعليم الصنعة، وانها من السنة ولا عار فيها، لان خد بالك ان العرب كانت تسمي الصنعة مهنة، والمهنة من الامتهان. فهمت ازاي؟ والامتهان فيه نوع من ايه، من الحض على عدم، ويعتبروا الصنعة دي اللي يشتغل بايده ده دي شغل العبيد، انما الاحرار الاسياد لا، يقعد يدي اوامر بس. فهمت؟ فكأن السنة جاءت لتغير هذه المفاهيم، وتبين ان صنعة اليد ليست امتهانا للانسان، بل هي تكريما له وتشريفا. فهمت ازاي؟ لان كان زي العرب في قريش كانوا بيعتبروا ايه اللي يقوم بايده ويمارس المهنة بايده دي ويتعامل مع الاشياء باليد دي العبيد والارقاء والخدم، انما الاسياد دول يقعد كده بس يتخدم. فهم؟ جاء النبي يغير هذه المفاهيم صلى الله عليه وسلم. وقد تكون الخيرية هنا بمعنى لكونها ليس فيها حق مترتب لله، لأن ما فيه حق لله فقد يوفي جميعه أو يعجز بعضه بالقصد أو بغير قصد، مثال إسلام الكافر وتوبة العاصي. يعني قد تكون الخيرية هنا لكونها إيه ليست يعني إيه واجب قبل الله لك فيها، بل هي واجب عليك قبل نفسك لا قبل الله. فهمت بقى ازاي؟ مش زي مثلا الصلاة واجب عليك قبل الله، لكن التكسب بالصنع ده واجب عليك قبل نفسك لا قبل الله. فهمت بقى المسألة؟ عايز يقول لك المعنى ده، يعني لان لو كان واجب قبل الله واخد بالك، فقد تقصر، والغالب هتقصر لعظمة جلال الله. لكن لما يبقى قبل نفسك اي شيء ممكن يبقى مقبول، حتى لو في بعض النقص. ما هو النقص يعني ما هو نقص طالع منك واليك. لكن لما يبقى المساله متعلقه بالله فمهما اتقنت فالله فوق ذلك. فهمت ازاي؟ هو عايز يقول لك كده. فالخيريه هنا ان يعود نفعها عليك، فبالتالي واخد بالك لا يوجد هناك حقوق تعجز عن ادائها كحق الله فيها. فهمت ازاي؟ فعايز يبين لك المعنى ده، بيدي لك مثال بيقول لك ايه، بقصد او بغير قصد، يعني بنية او بغير نية. مثاله اسلام الكافر. اسلام الكافر ده لو اسلم ومات في الحال دخل الجنة، ولو ما ردش الحقوق للناس، لان الاسلام يهدم ما كان قبله، الاسلام يهدم ما كان قبل. طب توبة العاصي، مع ان العاصي مسلم لما يتوب ما تقبلش توبته الا لما يرد حقوق الناس. فهمت بقى ازاي؟ لان هو مكلف قبل ايه؟ مكلف قبل توبته، فعنده تقصير، فلله حق في كلامه من الاول. انما الكافر يدوب داخل الاسلام الوقت هدم كل ما قبله لانه ما كانش عارف. فهمت بقى ازاي؟ مثال اسلام الكافر وتوبة العاصي. فاسلام الكافر عندهم ان مات صاحبه في وقته دخل الجنة، اذا كانت نيته خالصة بلا خلاف بين احد من العلماء في ذلك. والعاصي اذا مات حين توبته وان كانت نيته صادقة موقوف في المشيئة، من اجل ان التوبة لها شروط، منها رد المظالم. وهذا ما نعرف هل عليه مظلمة ام لا، فلا ام ليس عليه مظلمة أم ليس، فلا نحكم له بالقتل. عشان كده العاصي إذا تاب من معصيته ومات في الحال قبل ما يرد المظالم نقول إيه، هو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ما نعرفش. لكن لو كافر وأسلم ومات في الحال نقول هو في الجنة، نقطع له بالجنة. فهمت بقى المسألة؟ فكذلك ما كان من التكسب خلاف الصنعة باليد، وقد ترتب فيه زكاة وغير هذا من الحقوق. تملي صنعة اليد، صنعة اليد لا زكاة فيها، لا هي فيها عروض تجارة، التاجر المال اللي بيتاجر فيه بيكسب منه ده عروض تجارة فيه زكاة. فهمت ازاي؟ لكن اللي بيصنع من ايده الصنعة ما فيها الزكاة، الصنعة ذاتها ما فيها الزكاة، فمش هيترتب عليها حقوق لله.
فاهم؟ لكن لما تدر ليك مال بعد كده وتحوش هيبقى الزكاه في المال مش في الصنعه. فهمت بقى؟ لكن الصنعه ذاتها ما فيهاش مال، بخلاف التاجر بيتاجر في حاجه هي نفسها فيها زكاه، هي نفسها فيها زكاه. فهمت بقى ازاي؟ فلله حق فيها قبل حتى ان يتكسب منه، انما الصنعه ليس لله حق فيها وهو بيعملها. فهمت ازاي؟ علشان كده تبقى هي الخيريه فيها من هذه الجهه، من هذه الجهه، لان مش مترتب عليها حقوق كثيره يعني. فهمت؟ قال المعنى يعني اللي عايز يقوله الشيخ. هو الفلاح او الزرع يعتبر ملك؟ ايوه. مش في حق الزرع ده؟ لا، بس لما يثمر. لكن طول ما هو بيحرث ويروي دي ما فيهاش زكاة، دي مهنته. فهمت ازاي؟ صنع يده. لكن لما يجني بقى الثمره دي حاجه ثانيه، لان مش كل اللي هيجني الثمره هو اللي صنع، قد يكون مؤجره ناس قاعده بتزرع له، وتبقى الزكاة على صاحب الثمر مش على اللي صنع، مش على اللي زرع. فهمت ازاي؟ ويحتمل ان تكون وفيت ام لا، والذي هو بصنعة اليد اذا كان على لسان العلم فليس فيه حق مترتب مقطوع به، فما هو مقطوع به فهو خير مما هو محتمل. واحتمل ان البركة تكون هنا بمعنى الخير. يعني ايه؟ يعني ابرك. لما يقول ايه؟ ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل، يعني خير هنا بمعنى ابرك، يعني اكثر بركه. قد تحتمل الخيريه هنا بمعاني كثيره بقى، احدى معانيها ايضا البركه. واحتمل ان البركه تكون هنا بمعنى الخير بان يكون ما اكل احد من الطعام بالصنعه يكون ابرك من غيره. وتكون البركه ايضا محتمله في هذه الوجوه، ان يراد بها بركه حسيه او معنويه. فأما الحسية أن يكون القليل منه يسد مسد الكثير من غيره في التناول. واحتمل البركة المعنوية وهي أن توجد من القوة والنشاط بهذا الطعام أكثر مما يوجد بغيره. عندنا بركة حسية في الطعام، أن الطعام ده يكفيك يشبعك يعني، واخد بالك؟ وفي بركة معنوية أن الطعام ده يقويك. فهمت ازاي؟ فقد يقويك ولا يشبعك، يبقى في بركة معنوية. وقد يشبعك ويمرضك، يبقى مفيش بركه معنويه، في بركه حسيه لكن مش معنويه. فهمت بقى المعنى؟ فالعبره بالبركه المعنويه اكثر من البركه الحسيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان طعامه قليل لكنه في بركه، وكان يطعم الجيش من طعام القليل، في بركه. يبقى العبره بالبركه المعنويه اكثر من البركه الحسيه. فقد يكون الطعام قليل الا انه في بركه كبيره عند الله، فلا ينتني عليه امراض، ولا ينبني عليه كسل، ولا ينبني عليه شؤم في ايه؟ في الانسان، بحيث ان تتولد منه طاقه يوم يصرفها في المعصيه. فهمت ازاي؟ لكن الطعام المبروك ايه؟ انه لا يمرض، وان الطاقه اللي تتولد منه والقوه والنشاط اللي يتولد منه يتولد فتصرفه في طاعه الله، يبقى دي بركه كبيره بقى. فهمت؟ واحتمل البركة المعنوية والتي توجد من القوة والنشاط بهذا الطعام أكثر مما يوجد بغيره. وقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء الأكل يقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. فالبركة التي يطلب هو صلى الله عليه وسلم في طعامه ما عدا تلك الأطعمة القليلة التي دعا فيها وبارك، حتى كان الصاع يأكل منه النفر الكثير وينصرفون وقد شبع ويبقى الطعام على حاله، مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام مع جابر رضي الله عنه حين كانوا يحفرون الخندق، فصنع جابر رضي الله عنه صاعا من طعام. الصاع يعني 2.5 كيلو شعير، 2.5 كيلو شعير هيخبزهم، يطلعوا لهم كام؟ 10 ترغيفة. ياكلوه كام واحد؟ ياكلوه 10 رجالة، كل واحد رغيف، يعني عمل لهم صاع، واخد بالك؟ من شعير، وذبح جدي صغير وراح لرسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لأهل الخندق كلكم تعالوا جابر هيأكلكم، أهل الخندق يجي 1000. فهمت ازاي؟ مثل ما فعل عليه السلام مع جابر رضي الله عنه حين كانوا يحفرون الخندق، فصنع جابر رضي الله عنه صاعا من الطعام وذبح داجنا كان عنده في البيت. ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسارره لعله ياتي هو وبعض اصحابه، بيقول له في السر خايف لحسن حد يسمع يجي عدد كبير لان الاكل قليل. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا فحيهلا بكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم
حتى أجي. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، فلما جئت امرأتي قالت بك وبك، فقلت لها ما كان، يعني قالت له مش أنا قايلها لك تقول له في السر جايبني الرسول وورا كل الجيش ده هنأكلهم منين دول؟ فقعدت تلومه يعني بك وبك، يعني ايه يعني خيبك ايه اللي عملته وحاجات كده يعني، فاهم؟ فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم الناس، فلما جئت امرأتي قالت بك وبك، فقلت لها ما كان، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال لها ده انا قلت للنبي في السر هو اللي زعق وقال بس ما تنزلش برمتكم لحد ما اجي وما تعجنوش لحد ما اجي. قالت له خلاص ادام هو عرف بقى يبقى وحيحل لنا المشكله. كويس. فقلت لها ما كان، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد الى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال ادعوا خابزه فلتخبز معكم واقدحي من برمتكم، يعني غرفي ولا تنزلوها. قال جابر فاكلوا عن اخرهم، وان برمتنا لا تغط كما هي، وان عجيننا لا يخبز كما هو، وغيره من المواطن التي تشبهه اجتمعت في هذه الموضع البركات حسا ومعنى. واما الكلام على طلبه هو عليه الصلاه والسلام ذلك في طعام اهل بيتي مع الدوام، فانه لا يقول انه صلى الله عليه وسلم يطلب تكثير طعام الدنيا، وهو عليه السلام قد خير ان تكون له جبال تهام ذهبا وفضه تمشي معه، فابى ذلك وقال اجوع يوما واشبع يوما، فكيف يطلب ذلك في الشيء اليسير منها دون احتياج الى ذلك، وانما كان طلبه ذلك المعنى الخاص، كان النبي لما بيطلب البركه بالطعام يقصد المعنى الخاص المعنوي مش الحسي. فهمت ازاي؟ الذي اشرنا اليه، لكن ذلك المعنى الخاص الدليل عليه المعنى الظاهر، لانه لا يبارك معنى الا في الذي بورك فيه حسا، هذا هو المقطوع به. يعني ممكن يبقى الطعام قليل الا انه يشبعك ويقويك وهو قليل، يبقى حسا في الحس قليل بس يشبعك، خلاص انت مش عايز اكتر من كده. يشهد لذلك فعل ابي بكر رضي الله عنه في الطعام الذي قدمه لاضيافه، فاكلوا ورجع الطعام اكثر مما كان قبله، فقال هذا طعام مبارك، فحمل منه الى النبي صلى الله عليه وسلم. واذا لم تكن البركه ظاهره بقي الاحتمال في المعنويه هل توجد ام لا، واحتملت الخيريه هنا ان يريد بها اتباع السنه. كل دي انواع للخيريه، شوف كام نوع سبب في الخيريه. خد بالك قد يكون السنة ان الانسان يسعى في كسب يدي، يبقى كسب يدي دي من السنة، يبقى هو كأنه عمله ده سنة عبادة يعني. فان التسبب في الرزق هو من السنة لانه اثر الحكمة، الحكمة اللي هي ايه؟ الاخذ بالاسباب مع العلم بان الاسباب ليست فاعل، الحكمة نقاب للقدرة. فهمت ازاي؟ الحكمة نقاب للقدرة، فالقدرة فاعلة ومختبئة في الحكمة، مختبئة في السبب. فهمت بقى المسألة؟ وانت في عالم الدنيا عالم الحكمة، لابد ان تتسبب وتأخذ بالأسباب، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك خذ بالسبب واعتمد على المسبب. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه حين ولي الخلافة طلبوه فوجدوه في السوق يتسبب في التجارة، فقالوا له في ذلك، فقال أتراني أترك التسبب لعيالي؟ وعلى هذا إذن كان التسبب بأي وجه كان، إذا كان على لسان العلم من صنعة أو تجارة أو ما يشبههما كان مباركا، وبهذا شاء الله عمارة هذه الدار. وقد كان بعض مشايخي وكان ممن له الزهد والعلم، وكان يعمل في حائط له بيده بعدما كان ينصرف من التدريس، وربما كان مع التدريس على مجاهدة ولا يدع العمل بالمساحة، ويقول غرس غيرنا وأكلنا نحن ونغرس نحن ويأكل غيرنا، لتظهر حكمة الله، فعند استواء غرسه توفي رحمه الله. ونرجع الآن إلى ما يعارضنا في تلك الوجوه المذكورة والانفصال عنه. فأما الوجه الأول هنبتدي نتكلم بقى على وجه من الخيرية إن شاء الله غدا بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.